الوسطى من الديد، نتابع البداية ونتقدم إلى المركز الأول. هناك من سيطرت على المركز الأول ومن حضر مع البداية الأولى، هذا هو الآن شرط على المركز الأول. يتقدم بشعار محمد بن سالم بن هويدن الاكتبي على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نلاحظ التقدم والحضور بالمركز الثاني مايهاب سالم بن عبد الله بن راشد بن معدن الاكتبي في المركز الثاني، وفي ثالث المراكز يحضر هناك شاهين عبد الله بن سالم الخاصوني الاكتبي، وفي المركز الرابع شاهين محمد بن سالم بن سعيد الاكتبي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس يتقدم مصفوط ليعروف بن صغير بن مرخان الاكتبي على موقع المركز الخامس، وفي سادس المراكز القادم بهذا الشعار يتقدم هناك مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام في هذه الانطلاقة. هذا هو رعد لعبد الله بن سعيد بن سالم الاكتبي على المركز السادس، وفي سابع المراكز القادم الصباوية لعبيد بن عبيد بن محمد النعيمي على المركز السابع، وفي ثامن المراكز هناك القدوم مع أرجين لخليفة بن عبد الله بن محمد الخاطري على مستوى المركز السابع في هذه الانطلاقة. ثامن المراكز هناك النقلة، ونتابع على مستوى المركز السابع في هذه الانطلاقة. يحضر هناك مشاهدين الأعزاء في هذا التحدي، وبهذا الوصول شمعدان لشملان بن معب شملان الطريجي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز المتقدمة والتي قررناها إلى مسامع الجميع في هذا التواصل وبهذا الحضور. نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وإلى أول الشعارات المتقدمة والحاضرة في هذا الصباح المميز. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى بداية الشوط. إذن التحدي مع مصفوط، هذا هو مصفوط من ينطلق بشعار يعروف بن صغير بن مرخان الاكتبي، من يتولى القيادة السليمة ويرافق المركز الأول بانطلاقة مصفوط بالبداية الأولى. المركز الثاني وصل شعار بن معدن مع مايهاب سالم بن عبد الله بن راشد بن معدن الاكتبي، وراء الدخول ايضا مع ارجين خليفه بن عبد الله بن محمد الخاطري هو على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع هذا هو القادم الصباوي لعبيده بن عبيده بن محمد النعيمي، قادما بكل قوه بانطلاقة الصباوي في هذه المنافسة، وشعار الخاصوني ايضا يتدخل بوجود شاهين عبد الله بن سالم الخاصوني الاكتبي. اذا هذه هي الاسماء المتصدرة المشهد الامامي في هذه الاندفاع القوية، ونصل الى الموقع الكيلو المتر الاخير في هذه الاندفاع. نعود الى المقدمة، الى المركز الأول. هذا هو مشاهدينا الأعزاء البداية والصدارة من خلال تقدم مايهاب في المركز الأول، سالم بن عبد الله بن راشد بن معدن الاكتبي، والعصا في الإبطان بدون أي أوامر ولا حركة حتى هذه اللحظات، بسيطرة واضحة بتقدم مايهاب في المركز الأول. العصا راقدة وآمنة في مقدمة هذا الشوط. الصباوي قادم، عبيد بن عبيد بن محمد النعيمي والأسماء بدأت تتقدم، وصل أرجين خليفة بن عبد الله بن محمد الخاطري قادما على مستوى المركز الثالث. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة لمن الانتصار، لمن الانتصار. بدأت حركة هذا الشوط
الشوط اشتد في هذه الاندفاعة القوية، ولكن المنافسة ما بين ميهاب الصباوي، الصباوي يغير إلى المركز الأول، ينتزع الفوز، يطير بناموسي. هذا الشوط تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء إلى مالك الصباوي عبيد بن عبيد بن محمد النعيمي المركز الثاني، ميهاب سالم بن عبد الله بن عدل الاكتبي المركز الثالث. كان الوصول مع المركز الثالث بوجود اللي هو رعد لعبد الله بن خميس الرزي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع وصل مشاهدينا الاعزاء اللي هو كان الوصول مع شمعدان شملان بن مع الطريجي. والخامس، المركز الخامس اللي هو أرجين لخليفة بن عبد الله بن محمد الخاطري. اذا هذه المنافسة مشاهدينا الكرام، نعود ونهني مالك الصباوي لعبيد بن عبيد النعيمي. والتوقيت الزمني هو المتسجل هنا لساعة وصول الصباوي لعبيد بن عبيد بن محمد النعيمي على انتصار الصباوي بالمركز الأول في هذه المنافسة وهذه التحديات مشاهدين الأعزاء في هذا الشوط. التوقيت الزمني 5:56.98 جزءا من الثانية. من حقق هذا الفوز والانتصار؟ المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الأعزاء مع ميهاب سالم بن عبد الله بن معدن الاكتبي. والتوقيت الزمني 5:58.84 جزءا من الثانية. هناك من وصل في المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول مع اللي هو رعد لعبد الله بن خميس الرزي. وتوقيت الزمني 5:59.28 جزءا من الثانية. من وصل في المركز الثالث هنا في هذا الشوط.